السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المدينة تغيرت، والمصانع تبين من كيلو، الخضرة تبين من كيلو، بس الشيء اللي كل شوي يستوي عندي ويرفع ضغطي هذا المكان. شوفوا زين، كل شوي يحترق زين ويرجع يطفونه ويحترق ويطفونه ويحترق ويطفونه. بس الحمد لله على كل حال، هذه الحديقة اللي عند القطار في الوسط أظني لأن في كامب فايرز، كامب فايرز في نص النار صح؟ يوم هاي أظني يحرقون الحديقة، يبون الصدق. بس ما أدري إذا احترقت مرة ثانية بشيل كل الكامب فايرز، لأن يعني الشير هذا الحين رد ينبت. بس الله كريم، يلا يا كريم، وايد شير عند الكامبينج ما ينفع. انزين، التالي الحين في مشروع هذا راح يكون هني. فتحنا الخريطة، مدينا سويت جسر هني جديد، ومديت خط وجسر صغير مختص للمطار عشان نشل الزحمة العامة. واللي سوينا شيء ثاني، خليت الخط الرئيسي خطين رايحات خطين ردات، وسويت تقسيمه وحطيت مديت شارع، الشارع عفوا كان موجود هني، حطيت جسر في الوسط حق المدينة وجسر حق النقلة اللي خبرناها عنكم، قلنا بيكون في صناعات هني واحتمال هذه بكبرها اصلا تنتقل. بس حاليا بنفكر في المدينة، تخطيط المدينة هني مكان سياحي، مكان سكني على الاغلب، مكان تجاري او شيء، وهني يمكن مكان نقل، هذا اللي راح يستوي حاليا. والله افكر بالعكس الصراحة، حطي السياحة هني. لا 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 خلاص، خلينا على الخطة الاولى. انزين، عندي مجموعة مباني أنا حطيتها في بالي صراحة على أساس إني أسويها أو أحولها إلى مكان سياحي المكان هذا. إنزين، أول مكان عفوا كان رقم كم، أول مكان هذا هو إنزين. أول شيء السوق القديم هذا الممشى، عرفتوا هذا بيكون أول مكان سياحي. طبعا هاي المنطقة بكبرها بتكون حديقة أول شيء زين، وبتكون مكان سياحي. ناخذ زون الحديقة الحين زين، نسوي بالطريقة هاي، بتكون مكان حق وناسة مش سياحة فعليا. ونسير على الليجر ونحولها الى ليجر، مكان حق الناس تستانس شوي. الا زعلك الا زعلك الا زعل. انزين، هل ننشل هذا؟ طبعا المدينة تمددها يمكن ياخذ شوي وقت، فبالتالي اذا يا الله انا هالاشياء تخرن في الموب، بس الموب متروس هالسوالف. انزين، كل شيء بنحتاج نحطي صديقنا ولا كل شيء هنا. طبعا داخل بيكون ان شاء الله تقطعات كلها شجرية اول شيء. لا الطريقة هاي، ايه الطريقة هاي، الطريقة هذه راح امد شارعين. مديت انا 20 يونت، ما ينفع مهني 20 يونت، يعني اقدر اجيب بيب السوق نفسه. السوق احطيه في زاوية شوي، في له بلان بسيط هو السوق، لانه بيكون في اكثر من مبنى سياحي هني. اول شيء السوق بيكون نوعا ما في زاوية هني، شوفوا هذه اول السوق. طبعا بيكون في امبرفكشنز ولا عدم كماليات في الارض، لاني انا ما سويت الارض السيده، هالشيء وقفنا نحن دشينا شوي عميق في الماب، يعني خلينا الاماكن مش 100% سيده، وهذا عن قصد. زين، ماي ما عندي ماي فخ كورس، اوف كورس ما عندنا ماي طبيعي، خلينا نحط ماي. المكان هذا مفروض يكون مكان سياحي على وناسة، على يعني اشياء حلوة تكون في المكان. انزين، الاشياء الثانية اللي راح تدخل في المكان، المكان ما راح يكون بس بالطريقة هذه. انزين، ليش؟ لان هذا اصلا بشكل عام يركب في الحديقة، يعني هذا السوق تشوفونه. خليني بالكهرباء قاعد يصيح علينا، ما احبهم يصيحون على اشياء. كهرباء هني. انزين، هني بقدر اوصله في الحديقه العامه. في العاده هاي نفس الشارع اللي تشوفون،
هني اقدر اوصلها في الحديقه العامه، بس في مباني ما اقدر احطيها هذه. حلو، انا ابى وحده من المباني الثانيه اللي هي اربع كميه ثانيه، ابى احط مبنى صغير. وان كان هني شفت لحظه جميل كان المبنى الصراحه، كان اول شيء يمكن ايوه هذا اول شيء اللي هو هذا نفس مسرح، بس ابى احطيه في مكان ايه ورا هذا. شوفوا الطريقه هاي زين. فشو بسوي؟ بشل هذا الحين اللي تو حطيناه، خلينا نشيل الاندر جراوند تول هذا زين، وبنحط هني شارع، شارع بعد حشيش يعني، شارع ورا السوق يمر ما بين شغلتين. الحين شوفوا نمد الشارع هني، نسوي بالطريقة هاي، ناخذ التول نكسره ونبند التول زين. الحين في شغلتين في المكان استوى. اول شيء اقدر احطي المبنى اللي انا ابغى مالي هني وراه اللي هو هذا. شوفوا فصار عندي السوق، الناس تي تمشي. اخر شيء اقدر اتبع الناس داخل، والله بيكون حلو. ايوه شوفوا الناس تبني. اخر شيء في مبنى، اخر شيء عندي جريلا ليلى محل مشاوي ولا نايس بيقعد. شوف وقت تقعد يعني، وقت تقعد انا ما وقت تقعد، بتمشي لين اخر شيء. بس المكان ترى جميل يعني، لو تشوفونه جميل يعني. الحين لو نتبع الاثر هني في مبنى، بس تعرفون شو اللي مش جميل؟ يبغى له حبه يمين وايد سنتر عليه. ايوه اظن بالطريقه هاي افضل. انزين اني بنفس الشارع ولا الممشى مال يخنا هذا اللي تحيدونه، كان مشروع قبل نحن سويناه في لا اله الا الله في على البحر، كان سوينا على باركنات ودنيا وسوالف لو تذكرون. بس حاليا باركنات وسوالف ما ادري انتو هل السلسلة هاي كارهين كل الباركنات، فما بقول لكم شي، ما بتكلم عن الباركنات وياكم، زعلتوني والله بالباركنات. لو صرت من قبل في مكان ما عندكم مشكلة باركنات، حل العالم في مشاكل باركنات. هلا انا احل العالم مشاكل باركنات، بس انتم زعلانين ما اعرف ليش والله. انزين باركنجز سمول برش، مولر برش اسمنت. في احد بيعصب علي ليش اسمي؟ لا ما بسمي اظني بخليه نفس ما هو، احلى جزء من السوق. انزين بما ان هذه حديقه وهني راح يكون مواصلات، من الطبيعي ما ابغى اسوي مش من ما بس ما ابغى الناس تمر في نص الشارع، لان هذا جاي من جسر عام صح. فاللي ابغى اسوي، ابغى اسوي نقطات وصل للمشاة من فوق الطريق. طبعا هذا الشيء راح يتضمن مجموعه اشياء. اول شيء بنيب شارع زين، نضبط قياساته، هذا رقم واحد. ان شاء الله ما يضرب في السير، اذا ضرب في السير الموضوع صعب يستوي. زين الطريقة هذه وايد مرتفع صراحة. زين وبنيب بننزله شوي تحت الطريقة هذه زين. هذا انت ترى هذا كله راح يتم استعماله استعمال كبير ترى، نوعا ما راح يكون استعمال خفيف هنا، لان هذا تكون نقطة الوصل من وصلات. خلينا نشوف لحظة شو ارتفاعه من السي. ويل يا حبيبي انزل انزل كنترول اتش، تعال ذكر الارض مش سيدة يمكن. اوكي كله كان مرتفع كيف. انزين هذه النقطة، يا الله لا دقة الاسكيب هاي تذبحني. انزين النقطة الثانية، نحن ياسين نسوي تخطيط ترى، تخطيط وين الناس بتقعد بتستانس، لازم ما نستهين في الشيء هذا. زين حطي شارع هني ونوصل هني بالذات على طول، مش بخليهم يخطفون من هني على طول من النص عشان بيروحون ويردون. طبعا نقدر ناخذ موف التول حركة قدام النقطة هاي، تد كنترول اتش نسوي لك يرجع الشارع طبيعي. زين يا الله انا اسف على الاسكيب هذا. هني لازم احل المشكلة، يا اني امد الشارع شوية ايوه بالطريقة هاي، يا اني بلاها هاي الباركنات عندهم. ولكن
ولكن من يقول أنا أسوي الطريقة هاي شارع طريقة هذه، من يقول يصير مكان بدون باركنات؟ والله أحب الباركنات سامحوني يا جماعة، تخيل عارف في ناس الحين زعلانة واو خليل بس باركنجز، والله يا جماعة يعني عيب والله. زين الله يا كريم، هذه الباركنجز لا هذه لا، خلنا نشوف باركنج حلوة، هذه يمكن هذه قياسة ممتاز، خلي حبة فراغ لا طريقة هذه، هذه الباركنات، الباركنات حلوة عيبة ان فيهم يلسة فيهم كل شيء، والناس تدق دقة يوتيرن من هني من اخر الدنيا، انا مش فاهم ليش. زين خلنا نسوي بالطريقة هذه وطريقة هذه وطريقة هذه، شوف الناس بس تي تمشي هني لان في ممشى، الناس تحب تستعمل شيء عليه ليبل حديقة. زين المدخل هذا، المدخل هذا الحين لازم شوي نلاعب مداخل الحديقة ترى، لأن بيستوي هني المداخل صعبة بتستوي، كيف ندخل فلوس؟ زين ترى تدخيل فلوس جزء مهم، فشو بسوي؟ ببدأ بالحديقة سمول باركيت مين انترنس، بنحطي مدخل أساسي من هني طبعا، هذا ما أدري ما أظن أحطيه في الوسط بس ما عليه. زين الشيء الثاني هذا الشارع بريك داون سويت ايه الطريقة هذه، صار عندي شارعين، هذا عادي ترى برد نفس مكان موف التول دكلك بس كلك عليه الطريقة هذه، هذا بالطريقة هذه، وصار عندنا ممرات بجانب منه السوق هذا. طبعا الحين في وايد عوامل تلعب دور السوق هذا، ليش؟ لان هني ما نبى نخبص وايد، بل المكان يكون شوي مرتب، فشو بسوي؟ اول شيء البارك هذا ولع سعره، زين اللي بيستعمله خله يدفع فلوس. زين هني لان منطقة وناسة، شوفوا الحين احنا عندنا زون لين هني صح؟ انا اشوف الزونز لين هني زونين صح؟ فاذا حط هني محلات لازم كلهم نفس القياس، ما بحطي اكبر واصغر، كلهم باثنين هني بالطريقة هذه اوكي، والناس هني تستعمل باركن هذا حلو، بس سوي خطوط مشاة ثانية، هي نسوي خطوط مشاة ثانية بغض النظر، لأن هذه مكان في نهاية اليوم كما تقولون بيخلص. زين أساس الناس تمشي دايركت لو تموت في هيلز. زين الشيء الثاني الحين دكاكين بتبدأ تطلع، بس أنا أبغى أسوي نفس ممر هني زين، وأحطي مبنى ثاني من هذا تفرع الشارع هذا، هي في مبنى ثاني بعد، هي مكان بيكون حق وناسة، بس ما قدرت أقرر ما بين برج للحين وما بين أشياء حق وناسة، يعني قلت أفكر يمكن أحطي ساعة هني في الوسط زين بالطريقة هذه، ونسوي منها حديقة وجنب السوق، هذه بعد كانت فكرة عندي. حلو الفكرة الثانية نحط وحدة من المباني الكبيرة، وأحس ما بينفع، وعن الفكرة الثالثة إني المباني الكبيرة اللي نايس هذه الزينة، بس ما أدري، فأظني آخر شيء بسوي أي فكرة الساعة، بني بهذا الشارع، بنمد هذا الشارع بالطريقة هذه، لأن هي بس مجرد ساعة ما بيكون في شيء ثاني الشارع. زين خلنا شوي نرجع هذا اوكي ايوه. زين هني لازم نصغر هذا ونسوي تولين، ابا هي تولين قدر الامكان دوار صغير، شوفوا مش مفروض يكون مكان بالزحمة الخرافية يعني، لكن من الافضل يكون دوار هني اوكي، هذا رقم واحد. هنا شوي زحمة حق وناسة، هاي تشوفوا جمات هالسوالف يفتح هنا مش غلط. انزين الحين اذا حطينا هني برج الساعة اللي قلنا بنحطه، شوفوا المكان بيستوي الحين يعني نوعا ما سياحي من الدرجة الاولى، ادري شو تفكرون، مو بسيدة صح؟ تقول يا الله لك ايوه الطريقة هذه اني تايت جيت حق الحدايق هني وهني، والله هني مشروع بعد
وهني سايد جيت وهني سايد جيت، اثنين تقريبا نفس الفراغ. خلنا نمسك الشارع، بوصله بالطريقة هذه، وصل هذا بالطريقة هذه. لا تنسوا في بيكون في منطقة سكنية كبيرة قريب منها، يعني لا تستهينوا في الموضوع. انزين، الشيء الثاني اباشر شو هالشجر، تعال هذه طبعا. اذا واحد، اذا انا الحين واحد جاي ازور المكان، حلو، كيف شكل الساعة يوم بلف؟ اوه اوكي، لا نايس 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 نايس. زين، الشارع بنزله على مستوى هذا، وبنبدأ نشتغل حبة حبة على المكان هذا. قلت لكم مشروع يباله نفس شوي، لانه هذا الحين كلي اوت ولا كوضعية الحين يبدو بالنسبة لي جيد، بس لا تنسون بيتوصل في وايد اشياء. يعني اذا هذا وسط مواصلات، هني مواصلات، توقعوا زحمة من السكان لهني بعد. زين، الحين البارك في حد يستعمله حاليا؟ لا مو مشكلة، والله في ناس واقفة تتمشى ما شاء الله، استوى زحمة 30 نفر هني و 37 نفر عندهم باركنجز. زين، الشيء الثاني هني اقدر استغل باركنجز فعليا. زين، بس شو ابغى اسوي؟ باركنجز اللي هو الطريقة هذه لا ما بينفع، ابا باركنج بدون ما يخربون شكل المكان. خلنا نسوي شارع هني الين هني باركنج. زين، اوه لا اوكي خلاص، شارع شكله جيد في الباركنج. نت باد نت باد نت باد اي لا زين 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 زين، هذا يكفي انه يخدم المنطقة هاي، ما بحط شيء ثاني. انزين، الحديقة نفسها، الحديقة نفسها راح نحط ابا افكر صفة مال اللي يلعبون شطرنج الطريقة هذه. زين، الله، احطي ممر ثاني الوسط هني. اوكي، واحط شير، لا الحين شير لا، بتري على شير الطريقة هاي 90 درجة نحطي هني، ونقدر نكسر هذا. زين، يعني الحين صار عندنا المكان ممكن تخطيطه بالطريقة هاي بس مش هاي، لا احط العكس بالعكس وبالعكس. ما شاء الله في زحمة في المكان، وللحين ما بدينا فعليا نحط لا بيوت قريبة ولا شيء، ولا مواصلات ولا شيء. انا فعليا للحين ما بديت كل شيء، للحين ما بدينا كل البوابات، للحين في وايد اشياء. بس هل المشروع يمكن نشتغل عليه كم يوم؟ انزين، نفس اللي ببالي مش بالضبط، بس اوكي، بس حلو، بس حلو حلو حلو. خلنا ناخذ الشيرة مالنا، نسوي ممر شير الطريقة هذي، ممر شير الطريقة هذي، ممرات ممرات بالطريقة هذي، ممر بالطريقة هذي. كل ممر شوي بط. هذا الممر شوي. انزين، هذه مثل ما تقولون باحة شطرنج، ولا يعني اي تحدي شطرنج في الدنيا لازم يشتي هنا الحين خلاص على ساحة المكان الجميلة صراحة. ما انا مش فاهم الناس ليش تلف يسار وتكمل سيدة الحين، هذا موضوع. مرات في اشياء في اللعبة ترى يعني لكم عليها، ترى مش ولا بد، ترى انا كل شوية تم ادق اسكيب وهق عمري ما اتعلم في شيء ثاني. باركنات الناس مستعمله، بس ما اظني بنحتاج باركنات اكثر. الناس زعلان على الحين من باركنات القطار، فانا الحين راح اخلي الموضوع هادي بالنسبه لهالباركنات. ليش؟
البركانات لازم تكون عندي. الحين تحتهم بالضبط ابى اسوي شو؟ منطقه نوعا ما سكنيه، بس اوريدي من الحين قامت تستوي زحمه في المنطقه. هذا موضوع ثاني، منطقه الزحمه إذا بتستوي زحمة بالطريقة هني بتلعوز، لأن في ناس تبتي صح. زين، شو عندنا مكان نحن؟ نحن الشارع لازم يمتد خلاص. زين هني، وبلغي الجسر إني بحط تقاطع شارع، بلغي هذا الجسر لأن في ناس تركب هني ما أدري كيف. زين أبا شارع الطريقة هذه المست، مو مشكلة هذا نقص، أنا ما فرق وياها حاليا. أو نسوي شيء، بس الأكيد أكيد أكيد إن هذا لازم يعطي. أوكي، هالشيء الأكيد، لأن الحين الناس قامت تجي من اتجاهين. الشارع ما مش سيده صح الحين، سيده زين. الناس جالسه تي من اتجاهين حاليا، بس جالسه تي من اتجاهين. مشكله الحين اذا انا سويت زحمه هني ما اقدر اتصرف فيها، راح العوز ما اقدر ادك لك على الحديقه يا جماعه. هنا اوكي، مو بالتول عفوا، حد يستعمل الحديقه برايه. زين الحين ابى اسوي هني شوي بيوت، بس عندي مشكلة زحمة من الحين. شوفوا مشكلة الزحمة هاي، لان في عندي دكاكين وعندي وايد اشياء، فبالتالي ما راح تكون مفروض نقطة الوصل الوحيدة. انزين صبر، اذا هاي بالطريقة هذي انا شو بسوي؟ بلغي هالشارع. اوكي، بنسوي الشارع هذا طريقة هذي، عفوا خلنا نسوي سيده، وهذا موصل هني بالطريقه هذه، وبلغي هذا الشارع خلاص يستوي كانه شارع شو اسمه. بنعطي الشارع عفوا ندق الكليك مال الاشاير ونسكرها، نعطي هذا افسح الطريق خلاص، شو افسح الطريق عندنا من هذا، فهالشارع كانه سيده نوعا ما. المفروض هذا يشل جزء طيب من الزحمه، لان بالطريقه هاي ما راح نفتك من الزحمه يا جماعه الخير. شوفوا قام الشارع يمشي، لازم بيودون اغراض، بيودون سياح، بيودون شيء، وفي شارع يطلع من هناك وشارع يدخل من هني. 63 63، وفي عندنا هني دوار بيستوي. ليش؟ هني راح تكون منطقة سكنية بسيطة، بيوت، شيء وايد بسيط يعني، بس بيوت. زين، فبالتالي هني يتوجب علي احطي دوار شوي عود بالطريقة هذه. زين، وبنحط الدوار، خلينا نحط قوانين الدوار من الحين على اساس الناس تمشي على حتى. زين، ونرجع للشوارع. زين، بالطريقه هذه انا بحطي مجموعه بيوت متلازقه مره، بيوت صغار، مش يعني شيء الضخم هذا، بس بيوت صغار، ويكون لهم اكثر من نقطه خروج ودخول على اساس ما نزحم الدوار هذاك. بنسوي هنا تقاطع، بنسوي هني تقاطع، بنحتاج نسوي مجموعة شوارع خارجية ترى، فالموضوع مش انه ما راح نسوي شيء، بس الفرق حتى لو نوصل اهم شيء هاي الشوارع هي، خلنا ندق على الاشاير، الشوارع هي اللي تفسح شو الطريق. اوكي، ندق هذا، تعال يا اخي كليك يا اخي، وندق حق هذا افسح الطريق. حلو، هذا اهم شيء ان نحن نفتح الطريق. انزين، الشيء الثاني، هاي المنطقتين بيحتاجون خدمات بسيطة. اول شيء بيحتاجون عيادة، العيادة بتكون هني، بتوصل لهناك. شوفوا ممكن نحط هني عيادة بعد، ترى عيادة حق الناس حق السياح، وبنحط مطافي حق العالم، بنحط لهم شرطة على المدخل او عند ديقنا هذا، بس مو مشكلة، بسوي شي وبنسوي موف التول وبنحطي هني. اوكي، انا ما بتوب من الاسكيب هذا، فصار عندنا كل الخدمات الثلاثة. الخدمة الاخيرة اللي اباها اللي هي السموتوريوم هاي، بالطريقة هاي خدمة
سياحية بس ممكن نسويها طريقة. والله كيف السهم اللي داخل؟ اوكي حلو يطلع برا الزحمة. زين هاي خدمات لنا منطقة سياحية نحتاج فيها شرطة، نحتاج فيها نقطة، نحتاج فيها اشياء. زين هني بيكون شو؟ بس بحطي ابا مدرسة اللي هي public library. ممكن نحط public library والله بتكون حلوة تصدق. لا حطي مدرسة والكيف ركب الابتدائية العادية الثانوية ما نبغى حاليا يعني. نبغى ثانوية ما ظني ثانوية مبالغ فيها. اذا بحسوي منطقة هني بيكون فيها الثانوية، لان هني راح يكون شو عبارة عن بيوت عادية صغيرة ما في عماير هني، لان هاي الجماعة يكونوا ساكنين جنب المنطقة السياحية ما لا داعي للتعقيد. انزين بس هذا ما بيتوصل في هذا ما بيتوصل في الهاي واي اصلا بيتوصل. لا خلنا ما نوصل بالطريقة هذه. بالطريقة هذه منها نوفر ناس، منها نوفر سياح، منها بيكون في مستعملين يمكن شوي حق الحديقة مالنا. الحديقة يعني مش شيء الاساس اللي انا باهم يستعملونه هني، بس ميزة طيبة اذا اشتغلت. الحدائق بشكل عام حلوة، نقدر نسويها فلارز تعبي لنا اشياء وهاي الامور يعني حلوة الصراحة مش غلط ابدا، وشكلها من حلو الحدائق يعني صراحة. يعني هذه والله مش غلط ابدا الطريقة اللي هي فيها مش غلط ابدا. الحين عندنا محلات تجارية هني بس محلات ما بتكفي، ترى محلات مسوية زحمة اساسا يعني من البداية. يمكن يكون في محلات هني. زين شو اخبار الباركن اللي هنا؟ في ناس تعمل باركنات يا جماعه في، بس قولوا لي ما في، بس في الشيء الثاني هذا ترى راح يتحول بعد يمكن دوار صغير هني. زين راح نمد هني الشارع ونحول هذا الى شو دوار كبير ونيب تمب مود. زين تكن شيفت كنترول ديليت غير ما تدقون سكيب لان يجيب العيد في كذا. هذا زين هذا مش وايد هذا صعب. زين راح يكون بالسهوله. لا اوكي احسن من اول، مو بيرفكت بس احسن. يمكن لان هذا مش 100% سيد. ايه الحين زين اوكي الحين بالطريقه هذه صار عندنا دوار مدخل للسوق السياحي. وناقصنا شيء شغلتين. اول شيء هني بنحطي شو قطار. اوكي القطار راح يكون يمكن ده مش يمكن راح يستوي نفس قطار داخلي مع الوقت. زين القطار الداخلي راح يكون ترين 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 فيتد مابا. نبغى شيء لان منطقه سياحيه ما بحط شيء نص نص صراحه، بحط شيء حلو يكون. ان هذا فيه باركنات نحطيه، نقدر سيدا نقدر نحط بالطريقة هاي على مدخل سوق. شوفوا هذا جميل على فكرة وايد، انا وايد عجبني هالقطار. على فكرة في حركات ممكن تمدون اشياء من وراه، يعني نقدر نجيب من هذا الشارع يعني بالطريقة هذه، من هذا الشارع بالطريقة هذه ونمد منه. بس لحظة واحد اثنين واحد ثلاثة ما قاعد يوصلهم صح؟ ما يرضى يوصلهم. انا حيد اني وصلتهم قبل بس ما رضى تصدقون. ها مو مشكلة هذا بنحلها مع الوقت عادي، ما عندنا مشكلة مرة طيبة. هذا ما عنده ما عنده اوكي حاليا بس مؤقتا، بس اساس ان نبدأ نشغل منو المنطقة مالنا. نرى اخبار ننزل هذا الحين، ننزله وهو لف بس يكون عندنا مكان حق الشوارع او شيء نمد من تحته. اول شيء راح يتوصل ناحية هني، ثاني شيء راح يتوصل في الناحية الثانية هني. اوكي معناه هذا لازم يدخل داخل هذه
هذا شوي يتخلي مايل لان الاخطار يحب بناء المتوازن. زين هذا ممكن نزله شوي حسب تستوي سلوب حلو النزله حلو شو. هاي نزله طيبه بالطريقه هاي صار عندنا مدخل قطار هنا. القطار جميل الصراحه يعني. شوف المبنى جميل. خلنا نشوف تحت ما يتقل اللي على بيطلع صح. لازم ادق اسكيب عشان اطلع منه. ما في حد ثاني بيدخل قطار. يلا ادخلوا 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 ما في زحمه صح. ما بيدخلون الحين. هذا شكل اساسي وايد. خلوني امسح هذا لانه بغير نقطه الشارع خلاص صراحه. وهذا الجزء الاخير احس يبغاله ابجريد ولا اهم القطار نفسه. اوكي انزين الحين هذا مفروض نوعا ما انه يخدم منه يخدم هذيل. بس طبعا مدينة لازم تكبر شوية مثل ما تشوفون هنا بيوت وهذا وهالاشياء لازم يكبرون شوي. انزين والحدائق بيستعملونها كل شيء بيستعملونه مع الوقت اثنك افنشولي. انزين لكن حاليا حاليا الدراجة هم سوي زحمة صح. كيف قاعد يسوق؟ لا لا ما شوف الدراجة. اوف هذا شفته اللي انا شفته توه. اذا ما ركبت الدراجة ما كنت منتبه. ناس قاعد تقفز هنا يا جماعة. ناس قاعد تقفز. قول له قول له. والله الموضوع هنا راح يكون شوي معقد. شوفوا يعني جالس احاول اضبط المكان قدر الامكان. بس مش غلط والله. يمكن نوصل بين مدينتين يعني من وقت يوم نفتح الخريطة ان شاء الله. ترى من نوصل 90,000 براويكم شيء. من نوصل 90,000 راح نفتح ارض زيادة. achievements unique buildings مفروض نفتح كل الاراضي خلاص 90,000. بس هل المود سكر علي؟ لا هذا هو شوف ما يبين. متروبوليس تقوم كليك شوفوا كل الاراضي ممكن اشتريها. اسم المود 81 بلوك بايبل شيء 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 من القبيل. زين فنقدر نفتح كل الخريطه بعدين بنبدا الخطه الثانيه. شوفوا ايوه 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 هذا بيدخل. هذا انا من الصبح ادور واحد يدخل بشكل قطار. شوفوا يا سلام شال شنطته بعدها حليله فركن ايها. زين هاي الحين بيستعملون القطار وهذا عادي ما عندكم مشكله بيمشون شوي. لكن مع الوقت راح نعدل الوضع كامل. انا هذا الشارع بس مضايقني بيلعب في نفسيتي شوي. اوكي ما في شارع ثاني. هذا بعد مشو نقدر نشيل بدون نسحبه ورا النقطه شوي. هذا شو وضعه؟ لا هذا اوكي بسوي بس نرفع شوي يستوي فنان. اوكي شوفوا الحين دور احسن وايد بيمشي. انزين الحين هذا يعني الحل الحالي يعني. بس الحين لازم مدينه هني ثانيه تستوي والحديقه هاي بتمتد يمكن لين هني. يمكن افكر احط مبنى عود او شيء. المهم هذا المشروع شوي بياخذ وقت بس نشوفكم في فيديو قادم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.